حاولوا كسر قاعدة الهدوء التي روج لها البعض، وأن ساحات الاعتصام قد تناقصت أعداد المتواجدين فيها، فكانت النتيجة هي هذه المئات التي توحدت في الزمان والمكان المحددين للانطلاق والتجمع في ساحة شهداء الديوانية بعد أن ساروا في شوارع توسطت المحافظة وأسواقها. تحدث متظاهرون على أهمية أن تستجيب الحكومة لمطالب شعبها المحروم من حقوقه، وأن يعملوا على إجبار الدول باحترام سيادة العراق، وأن لا نكون ساحة للصراعات والخلافات الدولية. عيب عليهم، إيران تتعارك ويا أمريكا تضرب العراق، أمريكا تتعارك وإيران تضرب العراق، إيران ليش ما عندهم دولة؟ يضربوننا احنا هنا حائط نصيص لهم. أريد إزالة الحكومة، وأريد سيادة العراق ترجع مثل ما كان العراق إلى هيبة. لا، هاي مو آخر جمعة، حد ما العراق يستعيد عافيته. كما أكدوا على استمرارهم في اعتصامهم المفتوح وسط دعواتهم بأن تلتفت الحكومة لعامل الوقت قبل فوات الأوان. 10/1 هو امتداد لثورة 11، الثورة التي انطلقت من حناجر صوت الشباب المطالب برفض المحاصصة ورفض الفساد ورفض تدخل الدول الجوار وكل دول العالم بالشأن العراقي، وأيضا المرجعية في خطاباتها المستمرة أعلنت تأييدها وانضمامها إلى الشارع الثوري المطالب بالإصلاح والتغيير. الاعتصامات مستمرة، الشباب خرجت اليوم في محافظة الديوانية تطالب بالتغيير الحقيقي والتغيير الجذري وليس تغيير بس مجرد بالجرائد. اليوم نطالب بعدم تدخل التدخلات الأجنبية أمريكا وإيران بالشأن العراقي. مطالبتنا بإزالة الحكم الفاسد وتحقيق مطالب المتظاهرين من 11 لحد الآن يسوفون بمطالبنا. نريد رئيس وزراء مستقل، نريد تحقيق مفوضية مستقلة. تظاهرات انطلقت بأعداد كبيرة وسط إجراءات مشددة من الجهاز الأمني الذي انتشر بعناصره المختلفة. تحشيد وتأكيد على دامة زخم التظاهرات والاعتصامات المفتوحة، وإثبات أن الساحات لن تهدأ هتافاتها وأصواتها المطالبة بالتغيير في كافة المجالات. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.